ينضم إلينا السيد ياسين عزيز المحلل السياسي عبر سكايب من أربيل. أهلا بك سيد ياسين. في حصاد التغيير الإخباري، هل شرارة الصراع اندلعت وانطلقت بين الاتحاد والديمقراطي بسبب منصب رئيس الجمهورية؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللمشاهدين. طبعا هي يعني أنا أؤكد كثيرا أن العلاقات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني لم تكن مستقرة في أي من الأوقات، يعني هو ربما هناك أوقات ومراحل تسوء فيها هذه العلاقات إلى درجة كبيرة كما نشهد الآن. الآن العلاقات في أوج توترها بين الحزبين، التوتر موجود بشكل كبير. يمكن أن يكون الشرارة منصب رئيس الجمهورية، لكن هناك خلافات عميقة وكبيرة بين الحزبين في على شكل إدارة الحكومة في الإقليم، على شكل العلاقات الخارجية، على شكل التعامل مع الحكومة الاتحادية وكثير من هذه الأمور. لكن جاءت قضية منصب رئيس الجمهورية ليشعل الصراع مجددا بين الحزبين ويشكل خطرا على الوضع السياسي والإداري القائم حتى في إقليم كردستان العراق. سيد ياسين، يعني بعد ترحب بك ثانية، أنت إذن تتفق مع من يرى بأنه اليوم بتنا يعني وجها لوجه أمام إعادة سيناريو عام 2018 عندما اختلف الأكراد يعني حول مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وبالتالي لذلك مآلات ومخاطر كبيرة على الوضع الحالي؟ أكيد، لكن الصراع الحالي أستاذة، الصراع الحالي أشد، لأن 2018 كان الميزان لصالح الاتحاد الوطني بشكل كبير، خاصة أنه جاء بعد موضوع الاستفتاء والعلاقات الفاترة والبالدة التي كانت بين الحزب الديمقراطي وشخص السيد مسعود البارزاني مع الكتل السياسية مجتمعة في العراق. الآن السيد مسعود البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلكون علاقات جيدة، بل وتفاهمات تصل إلى مستوى اتفاقات مع الكتل الرئيسية في بغداد. لذا فإن الصراع الحالي أقوى بكثير من الصراع الذي كان موجودا تحديدا على موضوع رئيس الجمهورية. لذا الآن الصراع أخطر، التوتر أخطر بين الحزبين، وإذا ما استمر لا سامح الله هذا التوتر والصراع فإن إن العواقب ستكون كما قلت وخيمة حتى في علاقات الحزبين في إقليم كردستان. طب سيد ياسين، يعني الديمقراطي الكردستاني ماذا يريد؟ ربما بنظر الاتحاد أنه يريد أن يستحوذ على كل شيء، رئاسة الإقليم له، والآن يريد رئاسة الجمهورية. لم يكن هناك اتفاق بين الديمقراط والاتحاد بأن رئاسة الإقليم تذهب إلى الديمقراطي ورئاسة الجمهورية تذهب إلى الاتحاد. لماذا الديمقراط اليوم يحاول أن يكسر هذه القواعد التي هو جزء من تأسيسها، كان يعني هو اللي جزء من اللي أسسها أيضا؟ أستاذ، الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى أن الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الراحل جلال الطالباني والسيد مسعود البارزاني في نهاية الألفية الأولى مثلا في 2008 يعني انتهت هذه الاتفاقية، لا وجود لهذه الاتفاقية. وقعت تلك الاتفاقية عندما كان هناك نوعا ما توازن وتقارب في المستوى والمقاعد والنفوذ. الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى أن نفوذه، حجمه، مستواه من خلال المقاعد، من خلال النفوذ، من خلال الحكم أكبر بكثير، يعني ليس هناك مجال مقارنة حسب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني. والاتفاقية لم تعد موجودة، الاتفاقية التي معها تم توزيع أو تقسيم المناصب بين أربيل وبغداد بين الحزبين يراها الحزب الديمقراطي غير موجودة، وأن الحزبين يجب أن يلجؤون، أن يذهبون إلى اتفاقية جديدة عكس ما يراه الاتحاد الوطني الكردستاني، أن ما شرع في السابق ضمن هذه الاتفاقية لا تزال موجودة ويجب على الطرفين احترام تلك الاتفاقية. فهذا الخلاف الموجود في رؤى الحزبين للاتفاقية الاستراتيجية هو سبب في عدم وجود تفاهمات في هذه المرحلة. طيب سيد ياسين، تحدثت قبل قليل عن عواقب وخيمة للخلاف على منصب رئاسة الجمهورية، وقلت أنه لذلك انعكاسات على العلاقات بين الحزبين في الإقليم، ولكن أيضا هذا الخلاف ألن يجعل مسألة تشكيل الحكومة تطول، تحتاج لمدة أطول، بالتالي يؤدي ذلك بطريقة أو بأخرى لفراغ دستوري، وأنت تعلم أنه إذا ما حصل ذلك يعني سيحصل انزلاق ربما في واقع البلاد أمنيا اقتصاديا وعلى مختلف الصعد؟ أكيد له تأثير أستاذة، لكن أنا أتكلم عن منطلق وضع الإقليم. الإقليم يدار
أو يتم حكمه من خلال الحزبين، لكل حزب منطقة إدارية، منطقة نفوذ، قوات عسكرية، قوات أمنية، حتى مالية مستقلة بشكل كبير. هذا الخلاف أو الذهاب إلى بغداد بشكل منفرد ومن منطلق الخلاف الكبير والواسع الذي يصل إلى حد الصراع بين الحزبين سيؤثر سلبا بشكل كبير على الكيان السياسي والإداري ووحدة إقليم كردستان. يعني هذا هو الخوف الشديد. يعني يجب أن يراعي الحزبين سواء الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الوضع الحساس بأن لا يتم التضحية بإقليم كردستان بكيانه السياسي والإداري ووحدته الجغرافية والإدارية والحكومية من أجل منصب يمكن أن يكون إلى حد كبير منصب تشريفي أكثر مما هو منصب تنفيذي. هذا الأمر سيؤدي بالشارع الكردي إلى انتقاد الحزبين وإدارة الحزبين بشكل كبير. وهذا ما أشار إليه اليوم المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث قال بأن هذا الأمر ربما سيؤدي إلى تقليل من ثقل الكيان الكردي وكردستان في العملية السياسية. أنا أشكرك جزيل الشكر سيد ياسين عزيز.